السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم مشاهدينا الكرام في نشرة إخبارية مفصلة من قناة السعودية. البداية بالعناوين. بتصميم مستقبلي مبتكر، إطلاق أستاذ الأمير محمد بن سلمان في مدينة القدية على أحد جبال طويق. خلال منتدى دافوس المملكة تناقش أبرز التحديات على كافة الأصعدة وتستعرض تجاربها الاقتصادية أمام العالم. في أدنى مستوياته منذ عامين، انخفاض التضخم في المملكة لشهر ديسمبر 2023. نيابة الجرائم الاقتصادية تدين مقيما بالسجن والإبعاد لمحاولته تهريب 16 سبيكة ذهب عبر أحد المطارات الدولية. وتشاهدون في نشرتنا أيضا، اليوم إلزامية دفع الإيجار للعقود السكنية عبر منصة إيجار تدخل حيز التنفيذ. أحييكم. أطلقت شركة القدية الأستاد الرئيس الجديد بمدينة القدية الذي سوف يحمل اسم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إذ سوف يكون من أبرز الملاعب العالمية ومزود بتقنيات غير مسبوقة تجعله متعدد الاستخدامات. كما سوف يستضيف الأستاد أكبر الأحداث الرياضية والترفيهية والثقافية بالمملكة، في حين سوف يبنى على إحدى قمم جبال طويق بارتفاع 200 متر ليعزز فلسفة القدية المتمثلة في قوة اللعب وجذب الزوار من العالم. وسوف يعزز هذا المشروع السياحة ويتيح آلاف الفرص للعمل، فضلا عن تنمية الاقتصاد الوطني، إذ سوف يزيد عدد الزيارات إلى المملكة سنويا بمعدل 1 مليون زيارة من عشاق كرة القدم. هذا ومن المقرر أن يصبح الأستاد ملعبا حاضنا لنادي الهلال والنصر، وسوف يستضيف عدة مسابقات كروية محلية وعالمية كبرى، علاوة على أنه من المواقع المقترحة لاستضافة مباريات كأس العالم 2034 في المملكة. للحديث أكثر ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الرياضي الأستاذ سلطان مهوس. مرحبا بك أستاذي الكريم. بداية دعنا نسألك السؤال المهم والأكبر بعد هذا الخبر وهذا الحدث، أثر هذا الملعب على الساحة الرياضية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء شكرا لكم على هذه الاستضافة. وبالفعل نحن نستقبل عام 2024 بهذه الهدية الكبيرة جدا من القيادة السعودية المتمثلة بإطلاق أستاذ الأمير محمد بن سلمان، ومسعد جدا لنا كسعوديين أن يرتبط هذا الاسم بعراب الرؤية السعودية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. لا شك أن الأثر الكبير جدا الذي سيحدثه هذا الملعب يتضمن الإعلان عن مضمون ومميزات هذا الاستاد الكبير جدا، والذي سيكون بابتكارات مستقبلية وتقنية عالية وغير اعتيادية في العالم، وهذا ما يجعل منه أيقونة كبيرة جدا ويجعل منه محط أنظار العالم، أيضا إلى تصميمه الرائع جدا و وجوده في مدينة القدية المدينة الحالمة الجديدة في المملكة العربية السعودية، والتي أيضا جغرافيتها تتماشى مع النمط الحضاري الممزوج بالنمط التراثي. أضف إلى ذلك أن الاستخدامات الملعب ستكون استخدامات رياضية شاملة جدا من حيث الأنشطة والفعاليات التي ستكون متزامنة مع الأحداث الكروية. هذا الحدث الكبير جدا والذي أيضا يتضمن أنه سيكون إحدى ملاعب 2034 في كأس العالم إن شاء الله في المملكة العربية السعودية، يعطينا أثر كبير جدا على الاستعدادات الكبيرة جدا، وأيضا التطور التقني وأيضا التطور الحضاري الرياضي الذي تشهده المملكة ولله الحمد.
على ذكرك لهذا التطور الحضاري وأيضا التقني، وهذا ما يجعلني وأيضا يقودني إلى سؤال مهم أستاذ سلطان. هذا الملعب كما سمعت وفي هذا الخبر الذي ذكرناه قبل قليل أنه مزود بتقنيات غير مسبوقة تجعله متعدد الاستخدامات، ما الذي يعني في هذا المجال الرياضي من وجهة نظركم الرياضية؟ نعم، أنت تعرف أن الاستخدامات الرياضية قد تكون موسمية لأحداث معينة على مستوى الرزنامة الدولية الرياضية، سواء على صعيد كرة القدم أو على صعيد الرياضات الأخرى والألعاب الأخرى وأيضا الفعاليات المصاحبة. وبالتالي الإعلان أن الملعب سيكون ده تقنية أيضا، يعني أشوف أن الملعب أيضا سيكون فيه استخدام للذكاء الاصطناعي، وبالتالي سيكون في أي فعالية رياضية ممكن استخدام هذا الملعب بشكل طبيعي جدا. أعطيك مثلا مثل استضافة المسارح، استضافة الفعاليات ذات الحضور أو الطابع الثقافي، استضافة الرياضات ذات الأبعاد التي تستخدم في ملاعب كرة القدم، استخدامات كثيرة جدا حوالين الملعب، أيضا استخدام تقنيات الملعب في إظهار الاحتفالات الوطنية والعالمية، استضافة الأوبرا، استضافة أشياء كثيرة جدا. من الملعب من المؤكد أنه سيكون محاط أيضا بمسرح وأشياء كثيرة جدا تجعله ذا نمط وأبعاد مختلفة للرياضة السعودية وكذلك العالمية. إذن هو بالفعل مزود بتقنيات غير مسبوقة تجعله متعدد الاستخدامات. أشكرك جزيل الشكر الكاتب الرياضي الأستاذ سلطان مهوس على كل ما قدمته من معلومات، شكرا لك. وصل وزير الخارجية الأمير فيصل ابن فرحان إلى مدينة دافوس السويسرية لترأس وفد المملكة المشارك في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي. سوف يناقش الوفد السعودي خلال مشاركته أبرز التحديات الإقليمية والدولية، فضلا عن دعم التكامل الاقتصادي واستدامة الموارد والاستفادة من الابتكار والحلول التقنية. هذا وانطلق المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس المعني بجمع القطاعين العام والخاص، سوف يمتد من 15 إلى 19 من يناير. وأيضا سوف يناقش الوفد السعودي أبرز التحديات الراهنة وأهمية معالجتها عبر تعزيز التعاون الدولي ودعم التكامل الاقتصادي واستدامة الموارد. سوف يسلط الضوء على التقدم الذي تم إنجازه في إطار رؤية 2030 ومسيرة التحول والتنمية التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات. يناير من كل عام وتحديدا في مدينة دافوس السويسرية هناك تجمع مألوف يحتضن الشخصيات الهامة كرؤساء الدول والحكومات والوزراء والسفراء. الحديث هنا عن الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المتعارف باسم دافوس والذي أصبح محط أنظار العالم في كل عام، مما أثار التساؤلات عن ماهية المنتدى ولماذا يشكل أهمية كبيرة للعالم أجمع. يعود تاريخ ملتقى دافوس إلى أوائل سبعينيات القرن الماضي عندما عقد مؤسسها الاقتصادي الألماني كلاوس شواب مبادرة لخلق فضاء للحوار يجمع بين رواد الأعمال وممثلي الشركات الكبرى في أوروبا، ولكن التطورات التي شهدها العالم حتمت على المبادرة الناشئة أن تتوسع لتصبح مؤسسة دولية غير حكومية ولا ربحية، لينتهي بها المطاف في عام 1987 باسمها الحالي المنتدى الاقتصادي العالمي. وفي كل عام وعلى مدار 5 أيام يحضر الاجتماع قرابة 2500 مشارك، ويجمع ممثلين من 100 دولة ومنظمة دولية كبرى وما يفوق 1000 من أهم الشركات العالمية في القطاع الخاص، إضافة إلى العديد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية. ويقام المنتدى في دورته الجديدة لعام 2024 تحت شعار إعادة بناء الثقة خلال الفترة من 15 إلى 19 يناير الجاري. وتتيح نسخة هذا العام من المنتدى الفرصة أمام قادة العالم لمناقشة الشؤون المهمة والملحة نحو تحقيق هدف دافوس لهذا العام، بما في ذلك ترسيخ مبادئ الشفافية والاتساق والمسؤولية. ومن دافوس 2003
2023 إلى 2024. تأتي نسخة هذا العام من المنتدى بعدما شهد العالم خلال العام الماضي العديد من التحديات الاقتصادية والتقلبات الجيوسياسية. ووفقا للموقع الرسمي للمنتدى الاقتصادي العالمي، فالسؤال المطروح الآن على قادة العالم المنتظر اجتماعهم في دافوس 2024 خلال الأيام القليلة المقبلة، هل سيكون عام 2024 فترة التحول إلى أزمة دائمة، أم أنه سيكون وقت الحل والتعافي؟ للحديث حول مشاركة المملكة في منتدى دافوس الاقتصادي ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الاقتصادي الدكتور ناصر القرعاوي. مرحبا بك دكتور ناصر. بداية دعنا نتحدث عن منتدى دافوس، حيث أن المملكة تناقش بعضا من التحديات الاقتصادية وأيضا العالمية. شكرا لك. أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن ملتقى دافوس السنوي لهذا العام يأتي في مرحلة صعبة جدا وتحولات جيوسياسية أثرت على الاقتصاد العالمي وأثرت أيضا على الأوضاع في مختلف مواقعها، والسبب في ذلك هي الحروب التي نشأت بين عدد من الدول، بالإضافة إلى الموقف الغربي من القضايا الاقتصادية على مستوى العالم. يعني هذه المشاركة، وتحديدا بالنسبة للمملكة العربية السعودية، إذا أردنا أن نتحدث عن تواجد السعودي، أولا الوفد السعودي برئاسة وزير الخارجية وأركان الأعضاء الوفد من الوزراء من المختصين، هو يأتي ضمن أهم وأكبر خمسة وفود تشارك في الملتقى وتطرح الكثير من التصورات العملية وليست النظرية، لأن دافوس يحضر كما ورد في التقرير وفي السابق يحضر الكثير من ممن يحضرون كفسحة أو نوعا من الترفيه، بينما تختلف الصورة عما يعقد في المملكة العربية السعودية. مؤخرا عقد في المملكة مؤتمر التعديل، وهو أهم بكثير مما عقد قبله في مثل هذه الاختصاصات أو مثل هذا التنوع. 15,000 تقريبا الحاضرين من مختلف أنحاء العالم، وبحث الكثير من القضايا. فبالتالي مؤتمر دافوس الآن يأتي في صراع غير معلن، ولكن أيضا موجود على خارطة التعامل بين الغرب والشرق، والمملكة تضع من ضمن أجندتها هو حلحلة المشاكل الجيوسياسية. ما لم يكن هناك وجهة نظر غربية منفتحة على الاقتصاد العالم وعلى حل مشكلة المناخ ومشكلة الاقتصاد العالم الذي أصبح يعاني من الامدادات، يعاني أيضا من التحزب، يعاني من القرارات المزدوجة، بدليل ما يحدث الآن في البحر الأحمر من أزمة عالمية، والسبب في ذلك هو الموقف الغربي المناصر لإسرائيل. وبالتالي هذا الموقف يعني هو سبب من أسباب الأزمة الاقتصادية في العالم. هل يخرج هذا المؤتمر في نسخته الحالية بصورة أخرى غير لما كان عليه في السابق؟ لا أتصور ذلك، لأن ليس هناك من أجندة عملية، لأننا لم نذهب إلى دافوس في السنوات الماضية إلا لنعرض ونستمع، ولكن عرضنا في هذا السنة أكثر من عرض أي دولة أخرى بتقدم مقترحات عملية. بالقريب في الفترات الماضية أو في العام الماضي كم انعقد في المملكة من مؤتمر اقتصادي عالمي؟ القارة الأفريقية أتت بكل مكوناتها، 52 دولة طرحت مشاكلها واستوعبتها المملكة وقدمت لها برنامج تنموي، وجاء مؤتمر التعديل لأن أفريقيا تمتلك 34% من المعادن على مستوى الكرة الأرضية. فبالتالي هذا الدور السعودي أو الحضور السعودي هو دور فاعل ودور عملي وليس نظري. نعم، إذن خلاصة القول، يهدف هذا المنتدى إلى توفير منصة لمعالجة القضايا الملحة من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص. أشكرك جزيل الشكر دكتور ناصر القرعاوي على مشاركتك معنا، شكرا جزيلا لك.
يلتحق بنا من سويسرا مباشرة موفد أخبار السعودية الزميل عبد الله رويس. مرحبا بك عبد الله، أعطنا التفاصيل أكثر حيث تتواجد هناك من مقر انعقاد منتدى دافوس. نعم، أهلا بك أيضا بالسادة المستمعين الكرام. تنطلق يوم غد أعمال منتدى دافوس الاقتصادي وسط ظروف سياسية واقتصادية صعبة. نتحدث عن دخول غزة والحرب الإسرائيلية على غزة اليوم 100، وأيضا استمرار الحرب الروسية الأوكرانية ودخولها لما يقارب 3 أعوام، بالإضافة إلى التوترات في البحر الأحمر وتهديد سلاسل الإمداد العالمية. جميع هذه الأمور تلقي بظلالها على هذا المنتدى الذي سوف ينطلق يوم الغد لمناقشة التحديات ومناقشة أيضا شبح الركود الاقتصادي والعديد من النقاط الأخرى. يحضر إلى المنتدى ما يزيد على 2800 شخص وما يزيد عن 100 دولة وممثلين سواء من القطاع الخاص أو القطاع العام، بالإضافة إلى مشاركة موسعة من المملكة العربية السعودية. تأتي هذه المشاركة بوفد يرأسه وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، بالإضافة إلى عدد من الوزراء. نتحدث عن وزير الاستثمار، وزير الصناعة، وأيضا سفيرة المملكة لدى واشنطن أميرة ريما بنت سلطان. هذه أو هذا الوفد الموسع الذي أتى إلى دافوس، ربما نستطيع أن نستشف أنه أتى لإيصال رسالة ذات شقين. الشق الأول هو الشق السياسي والذي يتولاه وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان لما لدى المملكة من مبادرات سياسية أو أيضا جهود لإيقاف الحرب الإسرائيلية على غزة منذ انطلاقتها. الشق الثاني هو الشق الاقتصادي وما تتمتع بها المملكة من ثقل اقتصادي، سواء على ناحية الناتج المحلي الذي تجاوز التريليون دولار لأول مرة، بالإضافة إلى أن المملكة من ضمن أقوى 20 اقتصاد في العالم، وأيضا عرض للعالم هنا سواء ممثل القطاع الخاص أو العام ما دعينا نقول ما وصلت إليه رؤية المملكة 2030 وما سوف تحققه خلال الأيام القادمة. السنة الماضية رأينا عدد من الوزارات وقعت عدد من الشراكات والاتفاقيات مع بعض الشركات، ربما يكون هنالك هذه السنة أيضا توقيع لعدد من الاتفاقيات، كون المنتدى هو أرض لالتقاء أصحاب المال وأيضا أصحاب القرار الذين باستطاعتهم أن يجعلوا هذا المال ذو منفعة وذو مال مستثمر داخل الأراضي السعودية. نعم، أشكرك جزيل الشكر الزميل عبد الله رويس، وفيت وكفيت، أعطيتنا النبذة كافية وأيضا شاملة عن هذا المنتدى حيث تتواجد هناك في سويسرا من مقر انعقاد هذا المنتدى وهو منتدى دافوس. شكرا جزيلا لك عبد الله. بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة ب1.15% خلال شهر ديسمبر 23، وذلك مقارنة بشهر ديسمبر 22 وهو أقل من الشهر السابق نوفمبر 23 البالغ حينها 1.17%. تعد معدلات التضخم في المملكة مستقرة مقارنة بدول مجموعة العشرين ومعظم الدول، الأمر الذي يعكس استقرار ومتانة الاقتصاد السعودي ونجاعة الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي سارعت المملكة لاتخاذها منذ وقت مبكر لمواجهة
موجة الارتفاع العالمي في الأسعار. أكدت نيابة الجرائم الاقتصادية تورط مقيم بمخالفة نظام مكافحة غسل الأموال بمحاولة تهريب 16 سبيكة ذهب عيار 24 قيراط تزن نحو 2 كيلوغرام عبر أحد المطارات الدولية بإخفائها داخل حقيبة أثناء سفره إلى دولته. وأوضحت النيابة إيقاف المتهم وإحالته للمحكمة المختصة والإدعاء عليه وإدانته بالسجن لخمس سنوات ومصادرة متحصلات الجريمة وإبعاده خارج المملكة بعد انتهاء مدة سجنه. تبدأ اليوم الهيئة العامة للعقار حصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية في إيجار. وقالت الهيئة إن حصر الدفع عبر القنوات الرقمية في إيجار تشتمل على جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة، حيث لن يعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار، مضيفة أن قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية. ينضم إلينا هاتفيا المختص في العقار الأستاذ ماجد العربي. مرحبا بك أستاذي الكريم، عطنا فكرة وأيضا نبذة إذا تكرمت عن هذا الخبر وتفصيلات أوسع، حيث أن المشاهد الكريم يريد والكل عنده بعضا من الفضول لمعرفة هذا الخبر وأيضا تفاصيله الواسعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. مساءكم ومساء المشاهدين بكل خير. أشكركم على الاستضافة، كما أشكر الهيئة العامة للعقار اتخاذ قرارات وتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 131 والذي نص على الالتزام بتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار. لا شك أن الهيئة التمست في الآونة الأخيرة بعض وجود بعض الاحتيال على العقود الإيجارية من خلال بعض الوسطاء، ومن ثم أخذت القرار بتنفيذ من 15 يناير أن يكون السداد الإيجاري من خلال المنصات والقنوات الثلاث اللي هي القنوات اللي هي سداد ومدى وأبل بي، وذلك لتسهيل في التعاملات في القطاع الإيجاري وتوثيق التعاملات المالية بين أطراف العقود الإيجارية، مما يجعل هناك تعزيز للتعاملات الإلكترونية وأيضا لحفظ حقوق المستفيدين في القطاع الإيجاري المؤجر والمستأجر، وأيضا وجود الشفافية والحد من عمليات الاحتيال فيها. طبعا من بدءا من تاريخ غدا إن شاء الله سيكون العقود الإيجارية السداد من خلال المنصات والقنوات المذكورة، وهذا يعني أن طبعا العقود السكنية فقط، وهذا يعني أن أي سداد خلاف هذه القنوات المذكورة يعرض المؤجر والمستأجر إلى الخطورة في إثبات حقوقهم وحقوقهم المالية، وهذا أيضا لا يحتاج لا المؤجر ولا المستأجر إصدار، يعني لا يحتاج المؤجر لأن يصدر سنة قبض ولا أيضا الوثيق العقاري، ولا أيضا المؤجر يحتاج إلى سنة قبض لأن تأتي رسالة من خلال الـSMS لسداد سواء الكامل الإيجار أو جزءا من الإيجار. نعم، قبل أن نختم معك أستاذ ماجد، ما أثر هذا القرار على السوق العقاري؟ طبعا هذا يخلق الشفافية ويخلق التعزيز التعامل الإلكتروني في القطاع العقاري، وهذا مثل ما ذكرت في السابق أن هذا تطبيقا لقرار مجلس الوزراء 131 يخلق شفافية، يخلق تعامل موثوق، يخلق تعاملات مالية موثوقة بين الطرفين.
أشكرك جزيل الشكر. المختص في العقار الأستاذ ماجد العرابي، شكرا على هذه المشاركة. كشفت وزارة التجارة عن نمو السجلات التجارية في الأندية البحرية 49% في نهاية الربع الرابع من عام 23. وأوضحت الوزارة أن عدد السجلات في الربع الرابع من العام المنتهي 23 بلغ 580 سجل مقابل 389 خلال نفس الفترة لعام 22. تصدرت مكة المكرمة أعلى المناطق في عدد السجلات، تلتها الرياض ثم الشرقية. ينظم صندوق الاستثمارات العامة منتدى القطاع الخاص في نسخته الثانية خلال يومي 6 و7 من شهر فبراير المقبل، حيث سوف يتم إتاحة الفرص للمستثمرين والموردين مع القطاع الخاص، وذلك لتعزيز التعاون بين الصندوق وشركاته التابعة مع القطاع الخاص بهدف تحقيق نمو الاقتصاد المحلي للمملكة. أطلق المركز السعودي لزراعة الأعضاء منصة أثر إلكترونية التي تعد قاعدة بيانات موحدة لحوكمة إجراءات التبرع وزراعة الأعضاء بالمملكة، حيث يتم من خلالها رقمنة إجراءات التبرع وسلسلة إمدادات الأعضاء وتوظيف الذكاء الاصطناعي في عملية مطابقة الأنسجة بين المتبرع والمتلقي المحتمل، بالإضافة لحساب مؤشرات الأداء لرحلة التبرع والزراعة والتكامل مع أنظمة المعلوماتية الصحيحة. مستمرون معكم في هذه النشرة وفي بعد الفاصل. أمير منطقة الحدود الشمالية يتفقد محافظة رفحاء ويدشن عددا من المشاريع التنموية بقيمة تقارب 300 مليون ريال. أحييكم من جديد، إليكم موجز بأهم وآخر الأنباء. شركة القدية تطلق الأستاذ الرئيس الجديد بمدينة القدية الذي سوف يحمل اسم الأمير محمد بن سلمان، إذ سوف يكون من أبرز الملاعب العالمية ومزود بتقنيات غير مسبوقة تجعله متعدد الاستخدامات. بمشاركة المملكة انطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، والوفد السعودي سوف يناقش أبرز التحديات الراهنة وأهمية معالجتها عبر تعزيز التعاون الدولي. مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة يبلغ 1.15% خلال شهر ديسمبر، ومعدلات التضخم في المملكة مستقرة مقارنة بدول مجموعة العشرين ومعظم الدول. نيابة الجرائم الاقتصادية تؤكد تورط مقيم بمخالفته نظام مكافحة غسل الأموال بمحاولة تهريب 16 سبيكة ذهب. اليوم الهيئة العامة للعقار تحصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية في إيجار. المنتخب الوطني يختتم اليوم تحضيراته لمواجهة منتخب عمان غدا الثلاثاء ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس آسيا 2023. دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير منطقة الشرقية برامج وفعاليات الوعي الفكري، حيث قدم مدير التعليم بالمنطقة الدكتور سامي العتيبي عرضا عن البرامج التي سوف تقدم لبناء شخصيات الطلاب والطالبات وتثقيفهم لبناء عقول واعية معتدلة في المجتمع التعليمي بالتكامل مع القطاعات ذات العلاقة بالمنطقة. التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم الدكتورة فاطمة الفريحي بمناسبة صدور القرار بتكليفها وكيلة مساعدة للشؤون التنموية بإمارة المنطقة. رحب سموه بالفريحي بهذه المناسبة متمنيا لها التوفيق في أداء مهام عملها.
كما التقى سمو أمير منطقة القصيم رئيسة المرصد الوطني للمرأة الدكتورة سناء العتيبي وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، واطلع سموه على نتائج المسح الخاص بمؤشرات مشاركة المرأة بالتنمية ضمن جهود المرصد الحضري بعد عمل المسوحات الميدانية المتخصصة التي بلغ عددها 7 مسوحات تشمل جميع الجوانب التنموية. التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية محافظ رفحاء المكلف عواد الشمري ورؤساء المراكز، وذلك بمقر المحافظة في إطار جولته التفقدية لرفحاء. شدد سموه على أهمية متابعة أمور المواطنين والاستماع لمطالبهم في المجالات الخدمية والتنموية. كما التقى أمير منطقة الحدود الشمالية بمقر محافظة رفحاء عددا من شيوخ القبائل والمواطنين. استمع سموه لجميع طلبات المواطنين واحتياجاتهم في مختلف المجالات الخدمية والبلدية والصحية. والتقى أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس المحكمة العامة بالمحافظة الشيخ محمد العنزي، نوه سموه بما تولي حكومة القيادة الرشيدة من اهتمام ورعاية بمرفق القضاء، مثمنا الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات المحاكم مما يسهل الأمر على المواطن ويحقق العدالة. كما بارك أمير منطقة الحدود الشمالية لنادي التضامن بمحافظة رفحاء تحقيق 3 بطولات على مستوى منطقتي الحدود الشمالية والجوف. جاء ذلك خلال لقاء رئيس النادي غازي الخشرم وأعضاء مجلس الإدارة واللاعبين. واطلع سموه على عرض الاستراتيجية النادي وأهم الأهداف المحققة، داعيا منسوبي النادي على مضاعفة الجهود لتطوير النادي. والتقى أمير منطقة الحدود الشمالية بمقر محافظة رفحاء المسؤولين والمواطنين واستمع لاحتياجاتهم في مختلف المجالات، كما قام بجولة ميدانية تفقدية لأحياء وشوارع محافظة رفحاء اطلع خلالها على الخدمات المقدمة. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير نتابع. لتلمس احتياجات المواطنين والتواصل معهم، جاءت زيارة أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز لمحافظة رفحاء، حيث التقى أهالي المحافظة من مسؤولين وقضاة ومديري إدارات حكومية مدنيين وعسكريين وشيوخ القبائل. أحب أن أؤكد لكم بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بالتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، دائما جميع مناطق المملكة تحظى بالعناية والاهتمام الكريم من القيادة رعاها الله، وما تولي هذه القيادة الكريمة من العناية بأبنائها بكافة المجالات وتنمية المناطق بالتنمية المستدامة ولله الحمد. أمير الحدود الشمالية خلال زيارته لمحافظة رفحة استمع لملاحظات المواطنين في مختلف المجالات الخدمية والبلدية والصحية، مؤكدا أنها تحظى بالعناية والاهتمام. ما جئت هنا إلا للإشراف والتأكد من سير العمل في المحافظة وما جاورها من المراكز والهجر، والتأكيد على الجميع بمتابعة أعمالهم بكل ما تولوا من اهتمام وعناية بأبناء هذه المنطقة وأبناء رفحة الكرام، الذي تمتد هذه الرعاية كما أسلفت من القيادة الكريمة والتي تأمر دائما المسؤولين بالاهتمام بكافة جوانب تنمية المناطق.
جولة ميدانية لأمير الحدود الشمالية في شوارع وطرقات محافظة رفحة، تفقد خلالها المواقع الخدمية والحدائق العامة، واطلع على أبرز الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. زيارة الأمير فيصل بن خالد التفقدية لمحافظة رفحة تأتي للعناية بالمواطن والمقيم وضمن توجيهات القيادة الحكيمة. لأخبار السعودية، عبد الله عايش، رفحة. رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية حفل تدشين المشروعات البلدية والتنموية بمحافظة رفحة بقيمة تقارب ل 300 مليون ريال. لمعرفة المزيد يلتحق بنا مراسل أخبار السعودية الزميل عبد الله عايش. مرحبا بك عبد الله. بداية حدثنا عن هذه المشاريع التي تم تدشينها من قبل أمير الحدود الشمالية. أهلا وسهلا بك وبجميع المشاهدين. أتواجد الآن في مركز احتفالات أهالي محافظة رفحة، حيث غادر قبل قليل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بعد وضع حجر الأساس لعدد من المشاريع وتدشين عدد من المشاريع وأيضا إطلاق عدد من المبادرات. لنتعرف بشكل موسع عن هذه المشاريع وهذه المبادرات. معي هنا الأستاذ محمد سبتي، مستشار أمين منطقة الحدود الشمالية. اهلا وسهلا بكم استاذ محمد سبتي، وحياكم الله معنا على اخبار السعوديه. بدايه استاذ محمد سبتي، حدثنا عن المشاريع التي تم تدشينها من قبل سمو امير منطقه الحدود الشماليه. اهلا بك استاذ عبد الله وبالساده المشاهدين. اليوم حظينا في القطاع البلدي برعايه كريمه غير مستغربه من سيدي صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية في تدشين حفل المشاريع والمبادرات التنموية بمحافظة رفحة. كان نصيب المحافظة 96 مشروع بقيمة تصل إلى 300 مليون ريال. 96 مشروع لرفحة فقط أو حتى المراكز التابعة؟ لا، منها 27 مشروع في محافظة رفحة بمبلغ يصل 207 ملايين، و32 مشروع في الشعبة، و20 مشروع في محافظة في لينا بقيمة تصل 25 مليون، وسبع مشاريع منها في بن شريم، وستة في طلعة التمياط، وأربع مشاريع في روضة هباس. جميل. تم أيضا إطلاق عدد من المبادرات المجتمعية، حدثنا عنها. المبادرات بمتابعة أيضا من سعادة أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس فواز المطيري، تم عمل عدد من المبادرات المجتمعية لإشراك المجتمع حسب رؤية سمو سيدي ولي العهد 2030 في الأعمال البلدية. منها على سبيل المثال مبادرة الحي يحييك، وهي مبادرة يتم عمل فريق لكل حي، يتم اختيار أشخاص ويتم ترشيحهم، يتم تقييدهم لدى البلدية التابعة لها، ومن ثم يتم عمل زيارات ميدانية من قبل الأمانة والفريق المشرف على مبادرة الحي لتطوير الحي سواء في الأعمال أو النظافة أو متطلبات الحي. المرحلة الأولى أربع أحياء ستكون في محافظة رفحة تنطلق منها هذه المبادرة. المبادرة الثانية إيدياثون، وهي سباق الأفكار، جمع الأفكار عن طريق الأهالي سواء في محافظة رفحة أو في منطقة الحدود الشمالية أو في أي جزء من مملكتنا الغالية، يتم إرسالها واستقبالها حسب مسابقات مختلفة. إذن شكرا جزيلا لكم الأستاذ محمد سبتي، مستشار أمين منطقة الحدود الشمالية، متحدثا عن المشاريع التي تم تدشينها وتكلفتها. نعم. وأيضا عن المبادرات التي تم إطلاقها في هذا الحفل. أشكرك جزيل الشكر الزميل عبد الله عايش، وأيضا الشكر موصول لضيفك الكريم، شكرا لكم. التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة أصحاب الفضيلة مفوضي الإفتاء ومديري عموم رئاسة البحوث العلمية والإفتاء المشاركين في مبادرة أخذ الفتوى من مصادرها المعتمدة، كما تسلم سموه درعا تذكاريا من سماحة المفتي بهذه المناسبة. التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الشرقية
رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الشرقي الصحي عصام المهيدب، ثمن سموه دعم القيادة الرشيدة لمنظومة القطاع الصحي وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين وتوفير كافة الإمكانيات البشرية التقنية واللوجستية لتحقيق الأمن الصحي. كما التقى سمو نائب أمير منطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، وثمن سموه جهود غرفة الشرقية في صناعة بيئة أعمال قابلة للنمو تساعد على توفير وتنويع الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات. اطلع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة تبوك على منظومة الخدمات المرتبطة بالصحة على مستوى المنطقة، بالإضافة إلى خطة الشؤون الصحية التطويرية. جاء ذلك خلال لقاء سموه مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله الغامدي. رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز نائب أمير منطقة نجران الشكر للقيادة الرشيدة على ما حظيت به المنطقة كغيرها من مناطق المملكة بالنصيب الوافر من ميزانية 24. جاء ذلك خلال لقاء سموه في مجلسه الأسبوعي مسؤولي الدوائر والجهات الحكومية بالمنطقة من مدنيين وعسكريين. التقى صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي محافظ جدة مدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء فيصل الراجحي، يرافقه مدير إدارة متابعة الوافدين بشميسي العميد صالح الزهراني المعين حديثا. هنأ سموه الزهراني بمناسبة تعيينه متمنيا له التوفيق والسداد في مهام عمله. يختتم المنتخب الوطني اليوم تحضيراته لمواجهة منتخب عمان التي سوف تقام غدا الثلاثاء على استاد خليفة الدولي ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس آسيا 23. ويجري الأخضر الآن حصة تدريبية. أكد مدرب المنتخب السعودي أن استبعاد سلمان الفرج جاء لعدم رغبة اللاعب بالانضمام إلى المباريات الودية للأخضر، وأضاف أن استبعاد اللاعبان نواف العقيدي وسلطان الغنام جاء لطلبهم المشاركة بصفة أساسية، وأشار إلى أن المنتخب السعودي أكبر من أي لاعب ومن لا يرغب بالتواجد سوف يغادر مباشرة، منوها على أن العقيدي طلب المغادرة للمرة الثالثة وعدم وجوده ليست مشكلة. هذا وأوضح أن مباراة عمان ليست سهلة، لافتا إلى العمل المتواصل من أجل الفوز. انطلقت اليوم المرحلة الثامنة من منافسات رالي داكار السعودية في نسختها الخامسة التي سوف تكون من الدوادمي إلى حائل لمسافة 678 كيلومتر، منها 458 كيلومتر للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت. قبضت دوريات الأفواج الأمنية بجازان على مواطنين لترويجهما 224 كيلوغرام من نبات القاتل المخدر بمحافظة الدائر، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما لجهة الاختصاص. وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وسوف تعالج جميع البلاغات بسرية تامة. ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنين مخالفين لنظام البيئة لارتكابهما مخالفة قطع لمواقع في محمية الإمام التركي بن عبد الله بحائل. أوضح الأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهم للجهة المختصة، مؤكدا أن عقوبة العبث في حدود أو سياجات أراضي الغطاء النباتي تصل
إلى 5000 مع إزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات. أطلقت أمانة منطقة المدينة المنورة محطات أول شبكة عامة السكوتر والدراجات الكهربائية في المدينة المنورة مع الشريك كريم، والتي تضم 165 محطة موزعة في كافة أنحاء المدينة. للمزيد يلتحق بنا مراسل أخبار السعودية الزميل وائل رفيق. مرحبا بك وائل، حدثنا عن هذه المحطة وهي أول شبكة عامة للسكوتر وأيضا الدراجات الكهربائية. أهلا منى وأهلا بالسادة المشاهدين الكرام مشاهدي أخبار السعودية، ونحن نطل عليكم في هذه الإطلالة من هنا من المدينة المنورة من شارع سلطانة. طبعا أمانة المدينة المنورة عبر ذراعها التنفيذي المقر شركة المقر لتطوير الأعمال تم مؤخرا إطلاق خدمة الدراجات الهوائية والسكوتر، هذه الدراجات الهوائية والكهربائية التي تربط 165 موقع في المدينة المنورة. نشاهد من خلال الصورة خلفي تم تدشين 60 موقع تم تنفيذه خلال الفترة القريبة الماضية، وذلك من خلال تطبيق للجوال يتم إنزاله على الجوال ومباشرة يعني يتاح لك استخدام هذه الخدمة. تتميز الخدمة بالتكلفة المنخفضة، أيضا محافظة على البيئة، تعزيز وسائل النقل المستدامة في المنطقة، وأيضا تساهم في التقليل من انبعاثات الكربون. الجميل منى أن هيئة النقل أعلنت خلال الفترة الماضية بأن حركة النقل للسيارات والرحلات خفت بحدود 15% حسب الإعلان الذي أعلنته هيئة النقل بهذا الموضوع، وأيضا سهلت عملية التنقل بهذه الدراجات الهوائية والسكوترات الكهربائية أن تكون هناك تجربة جديدة ومميزة في المدينة المنورة من خلال الشراكة التي أقامتها شركة المقر مع كريم كأول 165 موقع في المدينة المنورة. يعني شوفوا ما شاء الله تبارك الله الآن اللي بيجي منها مجموعة بسيطة، والأغلب تم أخذه من قبل المواطنين والمقيمين، وأيضا الزوار يستطيع أن ينتقل إلى أكثر من 65 موقع، وتم تدشين 60 موقع خلال الفترة الماضية كمرحلة أولى، كل ذلك للمساهمة والمساعدة في إيجاد وسائل نقل مبتكرة للزوار ولرواد المدينة المنورة من المقيمين والمواطنين. نعم، أشكرك جزيل الشكر الزميل والرفيق، وفيت وكفيت، شكرا لك. تجاوز مجموعة التبرعات للحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أكثر من 617 مليون ريال، فيما وصل عدد المتبرعين لأكثر من 1,500,000 متبرع. وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد أطلق الحملة الإغاثية على منصة ساهم إنفاذا لتوجيهات القيادة. جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها المستمر بعد 100 يوم منذ بدء عدوانها على قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل 33 شخصا وإصابة العشرات جراء قصف على عدد من المنازل بمدينة غزة، كما تعرضت عدة مناطق في خان يونس ومخيمي البريج والمغازي بالقطاع قصفا مدفعيا مكثفا. هذا وارتفع عدد القتلى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 24,000 معظمهم من الأطفال والنساء. أهدت المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أدوية ومعدات لمكافحة مرض الملاريا إلى السنغال
بقيمة تقترب من 1,000,000 ريال بحضور سفير المملكة لدى داكر وعدد من المسؤولين. في إطار حرص المملكة على دعم السنغال في مختلف المجالات وتحديدا الجانب الصحي، قدمت المملكة مساعدات طبية إلى وزارة الصحة السنغالية تمثلت في أجهزة حديثة وأدوية لمرض الملاريا للحد من الوفيات التي يسببها هذا المرض. سفير خادم الحرمين الشريفين في داكار أشار إلى أن هذا الدعم يأتي ضمن العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين. وهذه مناسبة اجتمعنا به اليوم لتسليم عدد من الأدوية أو من المساعدات الأدوية المضادة للملاريا، وهذا امتدادا للعلاقات المميزة بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز مع فخامة رئيس مكي سا، والعلاقة المتميزة بين البلدين الشقيقين. نائب وزيرة الصحة السنغالية أكد أن هذه المساعدات تدعم جهود الحكومة السنغالية في مواجهة الملاريا، والتي تهدف إلى خفض نسب وفيات الملاريا إلى 75%. إنها هدية ثمينة من الأدوية المخصصة للملاريا، تساعدنا فعلا في تقديم العلاج للمصابين به، وتؤكد أن هذه الهدية القيمة ما هي إلا حلقة في سلسلة من الأعطيات السخية والتدخلات المهمة في مجال الصحي تقدمها المملكة. وكما أشار سعادة السفير في كلمته، سيزورنا فريقا طبيا سعوديا يقدم يد العون في مجالات صحية أخرى. تأتي هذه المساعدات لتكون ضمن الدعم الذي تلقاه السنغال من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. إبراهيم الهريم، داكار. توقع المركز الوطني للأرصاد سماء غائمة جزئيا إلى غائمة على معظم مناطق المملكة، في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة. هذا وسجلت جازان أعلى المناطق في درجات الحرارة بواقع 24 درجة مئوية، في حين سجلت السودة وأطريف أقل درجة حرارة بلغت 5 درجات مئوية. الآن تذكير بهم العناوين. بتصميم مستقبلي مبتكر، أطلق أستاذ الأمير محمد بن سلمان في مدينة القدية على أحد جبال طويق. خلال منتدى دافوس المملكة تناقش أبرز التحديات على كافة الأصعدة وتستعرض تجاربها الاقتصادية أمام العالم.
في أدنى مستوياته منذ عامين. انخفاض التضخم في المملكة لشهر ديسمبر 2023. نيابة الجرائم الاقتصادية تدين مقيما بالسجن والإبعاد لمحاولة تهريب 16 أسابيك ذهب عبر أحد المطارات الدولية. واليوم إلزامية دفع الإيجار للعقود السكنية عبر منصة إيجار تدخل حيز التنفيذ. وصلنا إلى الختام، تحية طيبة، السلام عليكم.